عن تظاهرات المطالبة بالتوظيف في ظل وعود السودان بالتوظيف ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أستاذ علي مرحبا بكم. تظاهرات في أكثر من محافظة للمطالبة بالتوظيف، لماذا هذه التظاهرات رغم وعود السوداني منذ اليوم الأول لتوليه المنصب حيث وعد بتعيين كل أصحاب طلبات التوظيف؟ لماذا إذن هذه التظاهرات أستاذ علي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. يعني حقيقة وسط عملية سياسية لا تخلو من التخبط الواضح في استخراج قرارات مهمة ومصيرية تنقذ البلاد والعباد لما ستؤول عليه العملية السياسية برمتها عند أول نقطة تحول في انخفاض أسعار النفط عالميا، ولا سيما بأن الحرب الأوكرانية الروسية والطاقة النظيفة كلها ستكون مؤثرات على العراق الذي يعتمد اعتمادا كليا على بيعه للنفط الريعي، وبالتالي موازنتنا دائما ما تكون تشغيلية تذهب أغلبها للرواتب وربما للاستيراد بعض المواد المهمة، باعتبار العراق اليوم يستورد بحدود 70 مليار دولار من هذه من الدول المجاورة. نعم. مسألة التظاهرات، وطبعا هو المتظاهر يطالب بحقه، هو لا يريد معجزة من الحكومات المتعاقبة بقدر ما يريد حقه في التعيين والتوظيف، ولكن في نفس الوقت لا توجد خطط استراتيجية من الدولة لمعالجة هذه الإشكالية. سيدي العزيز، تعرف حضرتك احنا اليوم بحدود 5 مليون موظف في دوائر الدولة. نعم. في حين ان اغلب الوزارات هي مشلولة لا تقدم اي شيء، يمكن باستثناء قطاعي التربية وقطاع الصحة. نعم. اما الباقي فادارة الدولة عاجزة عن استيعابهم. انت اليوم لو تشوف دوائر الدولة يمكن اغلبها بدأت تسوي الدوام بين يوم ويوم وكل نعم. أسبوع إلى يوم، لأنه أعداد كثيرة مقابل ماكو عمل تقوم به. فزيادة أعداد الموظفين في هكذا ظروف هي أيضا خطأ يضاف إلى أخطاء الحكومة. طيب أستاذ علي، في هذا نعم. الجانب لو تفضلتم في هذا الجانب، لو صدق السوداني في تعيين كل أصحاب المطالب، تعتقد أن الميزانية في العراق تسمح بتعيين كل هذا العدد؟ أبدا. يعني إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. ما مستطاعت لا السوداني ولا أي واحد من أركان الدولة العراقية. أنا قلت لك إحنا اليوم كنسبة وتناسب يفترض أن لا يزيد أعداد الموظفين على 1.5 مليون، ولذلك اليوم 75% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين لا سيما وإحنا عندنا رواتب حقيقية فوق مستوى التصور. يعني شنو وزراء وكبار المسؤولين يتقاضون رواتب بحدود 30,000 دولار وبحدود 50 مليون والعشرين، هاي كلها تأثر على الموازنة. واليوم حتى 300,000 تم إضافتهم للكوادر، إضافة إلى سيد العزيز إحنا عندنا أعداد بحدود 1.5 مليون ما نسميهم بالفضائيين. نعم. اللي هم بالأساس هو غير منسوبين لأي جهة، لكن تتقاضى بعض الأحزاب وبعض الشخصيات رواتب عالية، وبالنتيجة إحنا أصبحنا يعني أمام خيارين كلاهما مر، ونخرج من خطأ لنقع في خطأ آخر نتيجة الاستراتيجية الخاطئة التي تتخذها الدولة. قد لا نمتلك لا عقلية اقتصادية ولا عقلية علمية لمتابعة هذا الموضوع. وإذا ربما تستغرب إذا قلت لك بأن الحل بسيط وميسر، خاصة في بلد مثل بلدنا. طيب. أمام هذه المعادلة إحنا عندنا أعداد بل جيوش من العاطلين، لكن بالمقابل عندنا بحدود 50,000 معمل ومصنع معطل، من ضمنها ب250 معامل كانت من أرقى المعامل في الشرق الأوسط، يعني معامل كبيرة جدا ومعروفة وحتى إنتاجها كان يضاهي الإنتاج العالمي، لكن للأسف الدولة عمدت بطريقة أو بأخرى إلى تعطيل هذه المعامل، معامل تعليب كربلاء، مصانع البتروكيماويات، قصب السكر، ألبان أبو غريب، كثيرة هي المعامل إذا يعني ماكو وقت تعديدها. نعم. فبالنتيجة لو هناك أكو كما قلت لك تشغيل القطاع الصناعي كان ما كان عندنا هذا الطلب المتهافت على التعيين في دوائر الدولة. أضف إلى ذلك العراق بلد زراعي من الشمال إلى الجنوب، أرض خصبة، عندنا نهرين عظيمين، عندنا تربة صالحة،
وكما يقولون الزراعة نفط دائم، ولكن للأسف الشديد هناك أجندات ربما حتى من الداخل عمدت إلى تعطيل هاتين القطاعين، وبالتالي أصبح الهم الوحيد للشاب العراقي أنه يكون إلى راتب، لأن هذا استحقاق أمام الدولة، والدستور العراقي كفل العيش والاستقرار للمواطن العراقي وتحقيق غاياته. هذه الأخطاء الكارثية التي تتحملها طبعا كل الحكومات المتعاقبة، احنا عندنا تراكمات قديمة كل ما يطول الوقت كل ما تزداد، لأنه بدون حلول، وحتى المعالجات معالجات ترقيعية. يعني أنا اليوم خلص وظفت لي 500,000، لكن بالنتيجة شلون إذا انخفض النفط؟ يعني احنا هسه حياتنا صارت كأنه مرتبطة فقط بسعر النفط، إذا انخفض أو صارت متغيرات الموازنة تصير عاجزة عن إعطاء الرواتب، وبالتالي راح النوبة الحالة تتفاقم أكثر لو أكو عقلية كما قلت لك. طيب أنت هسه ما تمتلك العقلية، ما عليك كما يقول ما خاب من استشار، عليك بجلب شركات. هسه احنا عندنا خليجي 25 صار هو مثال للعرب ومثال للعالم بإنجازه، بس لو نرجع للحقيقة اللي قامت به شركة بريطانية، هذا الافتتاح وهذا التنظيم، يعني لو على هذا الغرار وأجلب شركات ومراكز متخصصة بمعالجة هذه الإخفاقات كان نجحنا في عبور المرحلة. أستاذ علي، بس هي أستاذ كما علي في هذا السياق، في هذا السياق يعني لماذا لا يتحرك السوداني في تشغيل المصانع والمعامل التابعة للقطاع الخاص؟ بالتالي هو سيخفف من وطأة البطالة المقنعة التي تتميز بها الدوائر الحكومية، لماذا لا يخطي هذه الخطوة؟ نعم يعني أنا كما قلت لك وأقولها مرة أخرى، السيد السوداني لا كما يشاع له بأنه مبسوط اليد، لا تزال هناك ضغوطات عليه من الداخل كما تكون هناك ضغوطات من الخارج. اليوم أغلب السياسيين عندهم ارتباطات بمعامل ومصانع تأتينا من الخارج، حتى ما يشتغل هذا المعمل من الداخل نضطر أنه نجيب واردات من الداخل، والملافذ الحدودية وارداتها مول الخزينة، وكثير من حتى ما بعض ما قال سيد علي علاوي وزير المالية السابق عندما يقول بأن هناك مئات المليارات تأتي إلى العراق ولكنها واردات ولكنها لا تدخل الخزينة. فبالتالي هناك أحزاب متنفذة هي من تعمد على أنه يبقى العراق هكذا ويستورد الكثير، لأنه هذا الاستيراد بكوموشينات وبحصص وكما يقولون تحزم وخذ لك سهم بالعراقي، وبالتالي هاي الضبابية اللي تحيط الدولة ما يقدر السيد السوداني وحده أن ينجز هذا العمل، وإن كان هو مشروع الحكومي اللي قدمه مشروع جيد وكان متوعد بالكثير من الإنجاز، ولكن على أرض الواقع لا يستطيع تغيير، وكما يقولون لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. طالما أن هناك أحزاب متنفذة، طالما أن هناك قوى من الداخل تضغط على العراق بأن يكون بلد لا صناعي ولا زراعي فقط نفطي، فهذه كارثة. يعني وكما تقول الآية الكريمة، هناك تصريح للنائب السابق محمد سلمان الطائي يقول إن ما تبقى للسودان في الموازنة لا يمكن أن يحقق البرنامج الذي طرحه، توفير السوداني لرواتب الموظفين الذين وعدهم ويعدهم بالتعيين، هل هي الاستدانة من صندوق النقد الدولي تعتقد ذلك؟ يعني إذا مددنا يدنا مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي فهذه كارثة تضاف إلى الكوارث. إذا تتذكر حضرتك ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار، وهو ليس ارتفاع الدولار باعتبار أن الدولار قيمته ثابتة، ولكن انخفاض قيمة الدينار كان بضغط من البنك المركزي العالمي أو ما يسمى بصندوق النقد الدولي. وحتى ما يدار الآن اليوم هناك ضغوطات حتى من الجانب الأمريكي، وكل من يقول بأنه باستطاعته أن أخفض سعر صرف الدولار إلى 120 فهذه أكذوبة لا يصدقها حتى الطفل الصغير بالعراق. إذا إحنا ذهبنا إلى موضوع الاستقرار فهذه سنكون عبدا طائعا لمولاه بصراحة، لكن أنا ما أعتقد السيد السوداني يرجع إلى هذا الخيار، ولكن كما قلت له هو لديه زيارة مرتقبة إلى واشنطن، ربما يبحث هذا الجانب وربما يضغط على الجانب الأمريكي، لأنه اليوم الخزانة الأمريكية قللت من المبالغ التي كانت تعطيها ومن نفطنا، يعني لا خير فيهم ولا منة منهم، هم كانوا يعطون 4 مليار دولار شهريا خفضت إلى 1 مليار دولار شهريا كما ادعت الولايات المتحدة والخزانة الأمريكية بأن هناك أموال تذهب إلى غسيل الأموال. المشكلة يا سيدي تكمن من الداخل،
وكما تقول الآية يخربون بيوتهم بأيديهم. نحن لسنا بلد فقير ولسنا معدومين الاستثمارات. خذ مثلا على ذكر الاستثمار، احنا ليش بنفعل قانون الاستثمار الحقيقي والكل الدول العربية والأجنبية تتسابق للاستثمار في العراق، ولكن بشروط أن تكون العمال والموظفين والمهندسين من الكوادر العراقية. أنا قلت لك شوف المعادلة، إذا عندنا 50,000 هسه مو 50، 20,000 معمل لو تشتغل كان القطاع الخاص، توأمة القطاع الخاص كانت نشطت، وأيضا كان قللنا من الواردات. إحنا ليش نستورد ب70 مليار دولار سنويا؟ خلينا نخفضها ل30، هاي الأربعين الباقية نقدر نستخدمها لأشياء أخرى أهم أكثر منها ضرورة. نعم أستاذ علي. ولكن للأسف ليست هناك معالجة حقيقية للأخطاء المتراكمة. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم.